احنا هنا في مصر لم يخرج منذ سبتمبر 2016 عندما استطعنا ان نحقق حجم مناسب من الاستقرار والامن، لم نسمح لاي مواطن او قارب واحد يخرج من الاراضي المصريه في اتجاه اوروبا. كنا محتاجين نمنع هجرة غير شرعية إلى أوروبا، فلابد من عودة الاستقرار للدول التي تعاني من عدم الاستقرار واللي بتتم يعني استخدام منافذها البحرية أو شواطئها في العبور إلى أوروبا. 1 million a person will be out of income that will bring them to vulnerability either to the terror groups and brainwashed to fight in the south or create social unrest in Egypt or increase the illegal migration to Europe and to the east.